الكبسة. الكبسة طبعا برضو دي من الحاجات اللي جاية علينا جديد احنا ما نعرفهاش، وبنشتري بهارات الكبسة من اي سوبر ماركت. طبعا زي ما قلتلك ان كل واحد ليه ريحة، ليه طعم، ليه تركيبة مختلفة جدا. احنا تركيبتنا دلوقتي للكبسة دي عشان تاخدي منها المعلقة تحطيها على المية، خلصتي خلاص، خلصتي خدتي معلقة من بهارات الكبسة دي حطيها على المية اللي بتغلي ونزلي الرز اهي. كتير قوي. هي فلفل اسود وحبهان بودره وكزبره ناشفه وقرفه وبابريكا وكمون وجوز الطيب وليمون اسود مطحون وكاري وقرنفل. ممكن تاخدي بقى ايه تطحني ده كله مع بعض. ممكن تطحني مثلا ايه الليمون الاسود اللي هو انت عارفينه طبعا، اللي هو الليمون الاسود اللي احنا بنحطه سليم ده، هو هنا مطحون عشان مش هعوز اجيب بقى لا احط عود قرفه ولا احط، لا كله موجود مره واحده. هاخد معلقه منه احطها على الميه المغليه وانزل الرز، بس خليها تغلي، خليها تغلي غلوه تمام. فهناخدهم كلهم برده من غير الملح، هنحطها كلها على بعضها كده. دي بتاخدي منها معلقه كبيره لكل 4 كوبايات رز، معلقه كبيره لكل 4 كوبايات رز تمام. حبه مطحون، كزبره ناشفه، ليمون اسود مطحون اللي احنا بنحطها سليمه دي، احنا مش هنحرر نفسنا بعد كده خلاص تمام. ده قرنفل مطحون والكاري. معلش هستلف منك يا عمو شويه عشان عندنا وصفه تانية بعد كده. معلش يعني. وقلب ده كله مع بعضه. ممكن تطحنيهم تاني في المطحنه، ممكن تقلبيهم. بس اللحمه المشويه، اللحمه المشويه من الحاجات المهمه جدا اعياد وغير اعياد. اهي هي دي، انا عارفه هتوه. اهي اللحمه المشويه. ايه بهارات اللحمه المشويه؟ فلفل اسود، بصوا معاكم اهي، بابريكا، حبهان، شطه، توم بودره، كمون، قرفه، جنزبيل، قرنفل، كزبره ناشفه تمام. ده كله ايه؟ ده كله معلقه معلقه معلقه. بصوا المقادير خليكم عشان في حاجات فيها معلقتين وحاجات فيها معلقه، فيا ريت تصوروا عشان تبقوا عارفين الحاجه. خدوها كده للعطار قول له عايزين دي ويجمعها لكم في كيس. لو انت ايه مش تعملي عندك في البيت يبقى انت خلاص جبتيها كده تكتبي عليها وبقى انتهى الموضوع. يقعد يقول لك بقى حطي فلان وعلان، مالكيش دعوه بيه، قولوا اعمل لي ده وبس. هو ليه نفسه واحنا لنا نفسنا، هو ليه حاجاته واحنا حاجتنا تمام. ده كل ده هحطه على بعضه برضو في بوله، نقلبهم او نطحنهم في مطحنه لو حابه تطحنيهم في مطحنه ماشي. انا جايبه كله ناعم مريحه نفسي، بس طبعا هو انت لو جبتيها حصى هيبقى احسن. كزبره ناشفه، فلفل اسود، قرفه، قرنفل، كل ده مطحون، شطه اختياري، بابريكا، كاري، فلفل اسود، وجنزبيل. كل ده للايه؟ من غير الملح بقى، انا بحطه على الملح. وايه كمان وانا رايح اشوي؟ لان كده ايه اهو عملت الخلطه دي، عايزه اشوي كيلو لحمه. عايزه اشوي ايه؟ كيلو لحمه. هروح واخده هعملها الكيلو اللحمه ده باللبن الرايب، باللبن الرايب. دي اضافات زياده انا. انا عايزه دلوقتي انا كده عشان دي خلاص دي هتشرب في البطرمون. طيب انا هشوي لحمه، اروح جايه بقى كده ايه معلقه من دي اهي لكيلو لحمه، معلقه كبيره من البهارات دي، وهحط عليها كوبايه لبن رايب، وهحط عليها الملح معلقه صغيره مليانه. اكتبوا دي معاكوا، اكتبوا دي معاكوا، ديت كده لحمه مشويه هخليها ليله في اللحمه المشويه. سهله وبسيطه، التوابل اللي عملناها توابل اللحمه المشويه عليها ايه؟ ملح ولبن رايب، خلصت. ملح ولبن، ما كترتش اي حاجه تانيه، ملح ولبن رايب كده خلصتها. انا كده ديت خدت من توابل اللحمه المشويه اللي عندي
ورحت حطها على كوباية لبن رايب ومعلقة ملح كبيرة مليانة، لا صغيرة مليانة مش كبيرة، صغيرة مليانة اهي. بعد ما تخلص ابقى اعمل تاني، ما تكتريش. مفيش حاجة اسمها اقضي السنة بالتوابل الريحة بتروح، لازم تبقى توابلي طازة دايما. ماشي، انا كل ده انا هشيله عشان هشتغل معاكم في الحلقات على فكره.